صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركة. حلقتنا النهاردة عن تمارينات لكبار السن، مرحلة كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة لهم، اللي احنا دايما بننسى اللي احنا نمرن او نخليهم يتمرنوا اللي هي الناس اللي هي بتبقى كبيرة في السن، ونهتم دايما بالشباب والاطفال مع ان ده مهم بالنسبة لهم عشان يساعدهم على تنشيط الدورة الدموية، وكمان هيساعدهم انهم يتجنبوا كتير من الامراض زي امراض القلب والسكر والضغط وحاجات كتير ومشاكل كتير ممكن تحصل لهم بسبب قلة النشاط وقلة الحركة عندهم. عشان كده دايما بننصحهم اللي هو يبداوا يعملوا ويمارسوا تمارين رياضيه حتى لو بسيطه في البيت، زي اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي، وهي كل اللي هنستخدمه هو كرسي في البيت متاح عند كل حد فينا. اهم حاجه اول ما قبل ما نبدا التمرين بتاعنا نتاكد من وضعيه الجسم بتاعنا. احنا بقى نكون قاعدين، ظهرك يكون مفرود، ركبتنا بتكون 90 درجه. هنبدا مع بعض التمرين، هنبدا من فوق. هنشتغل النهارده بس على الجزء العلوي. هبدا احرك راسي يمين وشمال، هنعمل 5 عدات كده في البداية لأنه أكيد معظمهم ما بيتحركش كتير بقاله فترة أو مش بيعمل أي تمرين رياضي. برضو نزل راسي لتحت والعكس، 5 عدات برضو. بعد كده ننزل على تمرين للتشست، أزق دراعي لقدام أوصل لغاية مستوى كتفي، وأنا بفرد دراعي لقدام بطلع النفس، باخد نفس تاني برضو 5 عدات. بعد كده نشتغل تمرين الكتف الجانبي، خلي ايده تطلع لغايه مستوى كتفه ويعمل برضو 5 عدات في الاول كده. برضو اعمل تمرين للكتف الامامي، اخلي دراعي لقدام 2 3، دايما اخليه اركز اللي هو ظهره يكون مفرود. كده شغلنا عضلات الكتف الامامي والجانبي. هدخل كمان تمرين الكتف الخلفي، اخلي دراعي قدام كده مستوى كتفي وابدا ازق ايدي لورا 2. هنعمل برضو 5 عدات كده. شغلنا كمان الكتف الخلفي، ممكن اخد تمرين لعضلات الدراع البايسبس، خلي دراعي لقدام واخلي يسحب دراعه كده اللي عنده قدام، برضو نعملها 5 عدات. احنا كده يعتبر شغلنا معظم جزء العلوي. اهم حاجه برضو نصيحه لهم في الاخر عن النظام الغذائي بتاعهم، نهتم لهم اللي هم يشربوا ميه كتير على مدار يومهم، ندخلهم الخضروات والفواكه حتى لو بنسبه بسيطه في يومهم. الحاجات دي هتساعدهم جدا اللي هم يكونوا بصحه كويسه ويكون بشكل كويس، ويساعدهم افضل على حالتهم النفسيه اللي هي تكون احسن وافضل. نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله الجزء الثاني نبقى نعمله على الجزء السفلي.